أحداث 23 من يناير. في 23 من يناير من عام 1556 زلزال شانشي يضرب الصين مخلفا أكبر عدد من الخسائر البشرية في التاريخ، والتي قدرت بحوالي 830 ألف قتيل، وهو أحد أكثر زلازل العالم دمارا. وفي عام 1969 القاهرة تحتفل بألفيتها، واعتبر افتتاح أول معرض دولي للكتاب بداية الاحتفال بالألفية. أحداث 24 من يناير. في 24 من يناير من عام 1848 اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا. وفي عام 1908 بدء حركة الكشافة للفتيان في إنجلترا. أما في عام 1924 تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد. ومن مواليد 24 من يناير في عام 1956 ميلاد المغني الجزائري الأمازيغي الوناس معطوب. ومن أحداث 24 من يناير في عام 1983 سقوط القمر الصناعي السوفيتي كوزموس في المحيط الهادي. أحداث 25 من يناير. في 25 من يناير من عام 1890 افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بمصر. أما في عام 1915 ألكسندر جراهام بيل يجري أول اتصال هاتفي عبر قارة أمريكا الشمالية. وفي عام 1980 ميلاد المغني اللبناني رامي عياش.